عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنرسم وردة وفراشة بالقلم الرصاص. بنعمل الساق اهو والورق بطريقة بسيطة جدا، اوراق الخارجية اهيت والاوراق اللي بعديها، ثلاث ورقات خارجية همت. هنعمل الورق الداخلي عبارة عن ثلاث ورقات همت برضك، وبنعمل الورق الأخضر، ورق الأخضر اهوت أقواس طويلة. فضلا وليس امرا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منها كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم. اهو بنعمل الورق عبارة عن اقواس، بنرسم الفراشة عبارة عن دايرة وخطين اهوت، وبالطول بنعمل الجسم بتاعها والجناح بتاع الفراشة. زي ما انتم شايفين اهو بنعمل اشكال على الجناح بتاعها. وبنعمل رجل الفراشة. ياريت الفيديو ده يوصل لمية ألف لايك، وشيروا الفيديو ده واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم. هنيجي بقى لمرحلة التظليل بقلم اسود اهو، الاماكن اللي عليها ظل بنتقل عليها. كل الأماكن اللي عليها ظل بنتقل عليها، وبنسيب الأماكن اللي عليها ضاء. بنتقل اهوت وكل الأوراق بتاع الوردة الأماكن اللي عليها ظل، انتقل بالقلم الاسود، القلم الاسود اللي معانا قلم فيبري كاستل، والرسم على ورق عادي. وبنعمل جسم الفراشة اهوت، هنيجي على الساق بتاع الوردة، بنتقل من الجنبين وبنسيب النص، بنعمله بطريقة خفيفة. بنيجي على الورق برضك، الأماكن اللي عليها الظل بنتقل عليها، وبنسيب الأماكن اللي عليها إضاءة فاتحة. بنخف ما بنضغطش على القلم، بيدينا درجة اسود خفيفة. بنتقل وبنخفف حسب اتجاه الضوء. دي رسمة وردة بسيطة وعليها فراشة. بالقلم الرصاص زي ما انتم شايفين برضك، بنلون الفراشة باللون اسود.
هنيجي نظبط درجات اللون الأسود. الأماكن اللي عليها درجة تقيلة بنتقل اهوت تقل درجة اللون الأسود. ونشيل الأماكن الفاتحة زي ما انتوا شايفين معانا لون أسود. نعمل التدرج اللوني من درجة لون أسود تقيلة لدرجة خفيفة. شايفين اهو الورق وبنعمل الساق زي ما شايفين. بنعمل الورق بتاع الورد اهوت بنتقل الدرجة من تحت تبين الظل. بنظبط درجات درجة الأسود أو في الوردة كلها. بعد ما نخلص الوردة هنيجي على الفراشة برضك ونعمل درجات اللون الأسود بتاعها. زي ما انتوا شايفين اهوت هنيجي هنبين أجنحة الفراشة دي. رسم وردي سهلة جدا وبسيطة بالقلم الرصاص زي ما انتوا شايفين. الموضوع سهل جدا وبسيط. بنوضح جناح الفراشة اهوت فضلا وليس امرا. اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. ويريد تفعلوا جرس الاشعارات على الكل عشان يتبعت لكم اي فيديو انا بعمله جديد. وضحنا الفراش اهوت بنظبط برضك الورق بتاع الوردة. بنعمل الفينش الأخير زي ما انتوا شايفين.
وبكده ينتهي درس النهاردة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.